يمن. نعم سمير، بإذن الله سيكون العام 2018 هو عام بناء، عام إعادة إعمار، وسيساعدنا في هذا الأشقاء في دول التحالف إن شاء الله، فهم ساعدونا سابقا في دحر الميليشيات الكهنوتية البغيضة من اليمن، حيث تحررت حتى الآن 85% من الأراضي اليمنية التي تم تحريرها من أيادي الميليشيات الإيرانية، وسطر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ملاحم أسطورية خالدة في جميع الجبهات. وساعدت أيضا عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمن على بناء جيش وطني ولاءه للوطن وليس للأشخاص ولا للأفراد ولا لجماعات كهنوتية مأفونة. خالد عليان معه التفاصيل. بعد استرجاع 85% من اليمن لأصحابه ومواطنيه بعد أن أصبحت الحكومة الشرعية تدير الدولة بكافة مؤسساتها ساعية لتحقيق ذلك المستقبل المشرق، فقد كان لزاما على التحالف العربي أن يدعم إخوانه في اليمن ليستطيعوا النهوض سريعا من كبوتهم، كما يشارك مع الجيش الوطني اليمني بعد إعادة بنائه في بسط نفوذ الشرعية على كافة أرجاء اليمن ودحر الانقلابيين ومن يدعمونهم. وقد كانت لعملية إعادة الأمل أهداف واضحة متمثلة في الآتي: إعادة بناء جيش وطني يمني حر، استئناف العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني الشامل، قرار مجلس الأمن 2216، استمرار حماية المدنيين، استمرار مكافحة الإرهاب، تسيير إجلاء الرعايا الأجانب، تكثيف المساعدات الطبية والإغاثية للشعب اليمني، التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للميليشيات الحوثية، منع وصول الأسلحة براً وبحراً وجواً من إيران داعمة الميليشيات الحوثية، إعادة الإعمار في المناطق المتضررة والمساعدة على عودة الحياة لطبيعتها. إعادة بناء الجيش الوطني اليمني على أسس جديدة ومبادئ أخلاقية لا تتبع أحداً، وإنما فقط تسلم رايتها للشرعية وتعمل لتحمي فقط مقدرات الشعب اليمني، كانت خطوة تقع في مستهل الأولويات بالنسبة للتحالف العربي، حيث أن بناء جيش وطني يشغل المناطق التي تحتلها القوات الانقلابية الحوثية ويمنع سيطرة أمراء الحرب والانقلابيين على فضاءات غير محكومة وتحرمهم من بسط نفوذهم. بدأت عملية البناء المستمرة بشكل منظم وبدعم على كافة المستويات، ففي البداية تمت دعوة كل من يريد أن يقاتل لبلده وللشرعية على هذه الأرض الطيبة، منضماً لقوات الجيش الوطني تحت قيادة الحكومة الشرعية، الأمر الذي استجاب له على الفور عدد ضخم من اليمنيين المحبين لبلدهم والطامحين في بناء غد أفضل. وبعد مرور عامين أصبح الآن هناك جيش له رئاسة أركان ووحدات وألوية وتنظيم مدعوم من التحالف العربي بالتدريب والتنظيم والتسليح والتخطيط، وهذا هو المنجز الحقيقي لعملية إعادة الأمل، وجود جيش يمني وطني على الأرض يحمي بلده ويدافع عنها.
كل يوم يمر نزرع فيه قيما ونبني بلدنا على أسس من المحبة والإخاء، راجين رضا الله. تظلنا الشرعية ونحمي أنفسنا بجيش وطني ولاؤه الأول والوحيد لليمن. فشكرا لكل من ساعدنا على تجاوز تلك العقبات، شكرا لإخواننا في التحالف العربي على هذا المجهود وعلى تلك الروح التي اعتدنا عليها في بلادنا العربية.